الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى
جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا، وعلمنا منهما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند ختمه من الفائزين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه، وأيدت سلطانه، وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما، وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان، ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد، وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد يا رب العالمين، وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، بك نستغيث. فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا الله، عدد ما نشا فوق السماوات والأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب.
اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنباً إلا غفرته، ولا همَّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضًا ولنا فيها صلاح إلا أعمتنا على قضائها ويسَّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا، يا جواد جد علينا، يا لطيف الطف بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة، يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه،
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين تعلم كلا تسمع كلامنا تسمع كلامنا تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا
اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أمن ثغورنا وحدودنا وبلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا فيه بالصلاة قبل الممات يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات، يا مقيل العترات، يا رب الأرض والسماوات. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقبل شهداءنا، اللهم اقبل شهداءنا، وعاف مرضانا، واشف مرضانا، وعاف جرحانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين،
اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين من شرور الأحزاب والطائفية، يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات والمسكرات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من فضلك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر، الله أكبر.